شكرا سلطان. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، سعد الله مساكم بكل خير ومحبه. تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان الشحانيه، ميدان التحدي في هذا المساء، وشعارات ابناء القبائل وسن اللقايه في سباقنا المحلي الخامس. وعلى بركه الله ينطلق الشوط العاشر الخاص للقعدان من مسافة 5 كيلومترات. نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة. نبدأ مع البداية ومع أول المراكز وأول الانطلاقات. هناك المنتصر علي بن سعيد بن سالم الزرعي يقدم لنا المنتصر مع البداية ومع أول الأسماء وأول التحديات. ثاني المراكز وصل سياف راشد بن علي بن مبارك آل بريص المري يقدم لنا سياف، وأيضا الاسم الذي تسلل من الجانب الآخر شاهين حمد بن علي بن حمد آل بريص المري. رابع المراكز القادم والمنطلق الحصان جابر بن سالم بن جابر الجربوع المري، شعار بن جبران يقدم لنا الحصان مع رابع المراكز. خامس الأسماء القادم شعار بن برقان يقدم لنا ذرب محمد بن بخيت بن برقان يقدم هناك ذرب مع خامس المراكز. ها هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمسة الشعارات المندفعة. وأعود مع البداية، أعود مع المقدمة وأول المراكز. هناك المنتصر علي بن سعيد بن سالم الزرعي يقدم لنا المنتصر مع البداية ومع أول الأسماء. أبناء السلطنة يتقدمون مع المنتصر مع أول الانطلاقات وأول التحديات. ثاني الأسماء غادم شاهين حمد بن علي بن حمد آل بريص يقدم شاهين مع ثاني الأسماء وثاني الانطلاقات. ثالث المراكز الحصان بشعار جابر بن سالم الجربوعي المري يقدم لنا الحصان مع ثالث المراكز وثالث الانطلاقات. رابع التحديات سياف راشد بن علي بن مبارك آل بريص المري يقدم سياف مع رابع الأسماء. خامس المراكز بارود سالم بن مبارك بن سالم بن سعيد المنصوري يقدم بارود مع خامس التحديات. ها هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والمنطلقة في دائرة النداء والإذاعة. وهناك أسماء وشعارات لم يحن موعد دخولها، نترقبها في الأمتار القادمة والأمتار الحساسة. ولكن لنا عودة مع سكان الصدارة، لنا عودة مع البداية. من يقود هذه الأسماء وهذه المسيرة؟ هناك المنتصر، من يبحث عن الانتصار وعن الناموس بشعار علي بن سعيد بن سالم الزرعي يتقدم مع البداية. آمال أبناء السلطنة على المنتصر يا علي بن سعيد يا بن سالم يا الزرعي. هنا مع البداية مع أول المراكز وأول الانطلاقات. ثاني المراكز وصل المتقدم شاهين حمد بن علي بن حمد آل بريص المري يقدم شاهين مع مركز الوصافة مع ثاني المراكز. ثالث الأسماء وصل الحصان جابر بن سالم بن جابر الجربوع المري يقدم الحصان مع ثالث المراكز. رابع الأسماء غادم سياف راشد بن علي بن مبارك آل بريص المري يتقدم مع سياف مع رابع المراكز. خامس الأسماء وصل شعار بن برقان يقدم لنا ذرب محمد بن بخيت بن برقان يقدم ذرب مع خامس الأسماء. واختتم به النداء، ولكن أرى الأسماء والشعارات بدأت بالسرعة. هناك غادمة من الصفوف الخلفية، غادمة من أجل الفوز، من أجل الانتصار. ولكن أعود مع البداية، أعود مع الزرعي يقدم لنا المنتصر. هنا مع البداية علي بن سعيد بن سالم الزرعي مع أول الأسماء من بداية الانطلاق، وهو يقود هذه الأسماء ومتربعا على عرش الصدارة. ولكن يا الزرعي أرى الأسماء قادمة، أرى الشعارات منطلقة هنا من أجل الفوز، من أجل الانتصار. وصل القادم شاهين
حمد بن علي بن حمد آل بريص المري يقدم شاهين مع ثاني الأسماء بن برقان مع ذرب يقدم لنا ذرب محمد بن بخيت بن برقان وصل الاسم القادم مروح أول نداء وأول إذاعة المروح وصل السريع غادم السريع حمد بن محمد آل صافية المري وصل يقير من مركز إلى مركز ولكن أجواء الكيلو متر الأخير والخطير الله 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 شاهين يغير حمد بن علي بن حمد آل بريص المري مع البداية مع أول المراكز مروح تحرك تحرك مروح حمد بن محمد آل صافية المري غادم السريع مع ثاني الأسماء وثاني المراكز ثالث الأسماء الزرعي ولكن أعود مع البداية أعود مع المقدمة هناك شاهين حمد بن علي بن حمد آل بريص المري ثاني الأسماء مروح حمد بن محمد آل صافية المري السيارة في الانتظار الله الله مروح وشاهين اللحظات الأخيرة شاهين حمد بن علي حمد بن علي بن حمد آل بريص المري مروح حمد بن محمد آل صافية المري اللحظات الأخيرة شاهين مروح مروح وشاهين الله 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 شاهين بشعار هنا حمد بن علي بن حمد آل بريص المري مروح بشعار بن صافية اللحظات الأخيرة الله مروح مروح شاهين شاهين ولكن مروح شاهين يعود اللحظات الأخيرة شاهين حمد بن علي بن حمد آل بريص من يقدم لنا شاهين تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار لمالك شاهين حمد بن علي بن حمد آل بريص المري واسعد الله مساك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار ثاني المراكز وصل مروح حمد بن محمد آل صافية المري ثالث المراكز وصل ثالث المراكز ممنوع بشعار أحمد بن مطر بن ماجد الخيالي ورابع المراكز وصل رابع المراكز جميل منصور بن محمد بن منصور آسيف الخيرين وخامس المراكز خامس الأسماء فخر عبد الهادي بن راشد بن عبد الهادي القفراني المري مشاهدينا متابعينا الأعزاء هكذا هي التحديات والمنافسة على أرضية ميدان التحدي حتى الرمق الأخير تهانينا والناموس لمالك شاهين على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار التوقيت الزمني 7:41.20 تهانينا والناموس لمالك شاهين حمد بن علي بن حمد آل بريص المري ثاني الأسماء مروح بشعار بن صافية والتوقيت الزمني 7:41.36 تهانينا والناموس لمالك مروح حمد بن محمد آل صافية المري ثالث المراكز وصل ممنوع والتوقيت الزمني 7:47.24 كان ممنوع من احتل ثالث المراكز بشعار احمد بن مطر بن ماجد الخير.